والآن نتابع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية مرة أخرى مع فاطمة خليل. شكرا ياسر، شكرا ريهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد صقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 10، الإسكندرية 18 11، مطروح 18 11، بورسعيد 18 11، إسماعيلية 20 10 وجوها مائل للبرودة. أما في السويس 20 10، العريش 18 11، طابة 21 14، شرم الشيخ 24 16، الغردقة 24 16 وجوها معتدل. بالنسبة للأقصى 23 10، أسوان 25 11، الوادي الجديد 22 8، شلاتين 24 12، حلايب 22 12 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.